إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن volume of cuboid 6th grade. يبقى عنوان الدرس volume of the cuboid. هو الكيوبويد ده عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن solid ليه 6 faces. يبقى هنا the number of faces, it has 6 faces. طب الفيس شكله ازاي؟ Each face is in shape of rectangle. كل face فيه عبارة عن rectangle. وليه vertices. How many vertex? عنده 8 vertices. تمام كده. الكلام ده طبعا خدناه قبل كده كذا مرة. The edge. طب دي كام edge؟ دي 12 edges. بس هنا الedges مش عشان مختلفين. فبنقول عليهم ان هما ليهم ايه 3 dimensions. طب ناخد هنا ادي الرسمة بتاعت الكيوبويد. لي لينث ولي ويدث ولي هايت. علشان نجيب الفوليوم للكيوبويد فبنعمل برودكت اوف اتس 3 dimensions. فبقول ان هو عبارة عن اللينث ملتبلاي الويدث ملتبلاي الهايت. تمام كده. طب انا عارف ان اللينس والويدث عبارة عن بيس اريا، يبقى ممكن الفوليوم اقول عبارة عن البيس اريا ملتبلاي الهايت. عندنا الفوليوم عبارة عن البرودكت اوف ذا 3 دايمنشن اللي هم اللينس والويدث والهايت. لو عاوز اجيب الفوليوم يبقى الفوليوم فوق بخبيه، هلاقي ان اللينس والويدث والهايت جنب بعض، يبقى لينس ملتبلاي الويدث ملتبلاي الهايت. طب انا لو عاوز اجيب اللينس يبقى اللينس اخبيه، هلاقي الفوليوم فوق والويدث والهايت تحت، بعمل لهم تايم. ولو عاوز اجيب الويدث الفوليوم فوق واللينس والهايت تحت. ولو عاوز اجيب الهايت يبقى مين اللي فوق؟ الفوليوم فوق واللينس والويدث تحت. تمام كده. الفوليوم هو عبارة عن ايه؟ لو قلنا مثلا داون بسنتي وسنتي وسنتي يبقى الفوليوم هيطلع سنتيمتر كيوب. طب لو هو متر ومتر ومتر يبقى متر كيوب. طب لو ديسيمتر وديسيمتر وديسيمتر، لان ديسيمتر وديسيمتر وديسيمتر ديسيمتر ثلاث مرات، يبقى ديسيمتر كيوب. يبقى انا كده عرفت ان الفوليوم لازم يطلع ديسيمتر كيوب او سنتيمتر كيوب او متر كيوب او مليمتر كيوب. يبقى اول ما اشوف هنا في 3 هنا يبقى اعرف ان هي حاجه ثلاث حاجات تايم بعض، يبقى دون الفوليوم. لكن اللينس والويدث والهايت يبقى ممكن لو ده بالسنتي اخلي ده بالسنتي وده بالسنتي تطلع سنتيمتر كيوب. طب لو متر يبقى هنا متر متر يبقى تطلع متر كيوب. ديسيمتر 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 يبقى ديسيمتر كيوب، لان اللينس ده ممكن اقيسه بالمسطره. تمام كده. لكن الفوليوم لازم اجيب ال 3 دايمنشن واعمل لهم ملتبلاي بعض. يبقى هنا اللينس والويدث والهايت يا اما كلهم سنتيمتر او ديسيمتر او متر. احنا قلنا ان في قانون تاني برضه عشان اجيب الفوليوم. ادي الفوليوم فوق، هشيل اللينس والويدث واحط مكانهم البيس اريا وهنا برضه الهايت. طب انا عايز اجيب الفوليوم يبقى الفوليوم فوق، الاثنين دول جنب بعض، يبقى البيس اريا تايم الهايت. طب انا لو عاوز اجيب البيس اريا يبقى البيس اريا الفوليوم فوق والهايت تحت. تمام كده. طب انا لو عاوز اجيب الهايت الفوليوم فوق والبيس اريا تكون تحت. طب هنا انا عندي الفوليوم البيس اريا عشان هي لينس تايم ويدث، فهي بتبقى مثلا لو قلنا سنتيمتر يبقى هي سنتيمتر سكوير وهنا سنتيمتر بس، يبقى برضو هنا 2 وهنا 1 هتطلع برضو الفوليوم سنتيمتر 3. طب لو ديسيمتر هيبقى ديسيمتر عشان بيس اريا لينس باي ويدث، يبقى ديسيمتر سكوير وهنا متر سكوير هيطلع متر باور 3. طب البيس اريا انا عندي الفوليوم دون كانه ثلاث حاجات والهايت يعني دون سنتيمتر كيوب وده سنتيمتر بس، فالبيس اريا عشان بتبقى حاجه ديفايدد حاجه 3 و1 كان نشيل منهم 2 تبقى سنتيمتر 2 او ديسيمتر 2 او متر 2 او حاجه ثانيه ان هي لينس باي ويدث برضو حاجتين سنتي وسنتي تطلع سنتيمتر سكوير. يبقى الطالب الشاطر اول ما يشوف سنتيمتر سكوير يعرف ان هي بيس اريا على طول. تمام. 3 يعرف ان هي فوليوم. طب الهايت هنا عندنا دي سنتيمتر 3 وهنا سنتيمتر 2 كاننا بنعمل لهم ماينس، يبقى تطلع سنتيمتر 1 بس، يبقى تطلع سنتيمتر بس اللي هي اللينس والويدث والهايت. زي ما قلنا هنا اللينس والويدث والهايت تطلع سنتيمتر بس، لكن البيس اريا بتطلع 2 والفوليوم عشان ثلاث حاجات تطلع 3. السؤال هنا بيقول لي ذا فوليوم اوف كيوبويد اوف دايمنشنز 5 و4 اند 6. طب يعني ايه دايمنشنز؟ يعني مقصود بيها ده اللينس
وده الويتس وده الهايت. طب اجيب الفوليوم ازاي؟ ادي هنا عندنا الرسمه الفوليوم فوق، طب اللينس موجود والويتس والهايت، يبقى هعمل الثلاثه تايم بعض، يبقى هنعمل ال5 تايم ال4 تايم ال6، نعملها بالكالكوليتر هتدينا 120 سنتيمتر كيوب. اللي بعد كده الفوليوم اوف كيوبويد، برضه عاوز اجيب الفوليوم. سكوير بيس، السؤال ده مهم جدا، بيقول لي سكوير بيس. يعني ايه سكوير بيس؟ يعني البيس بتاعته على شكل سكوير مربع. يعني سكوير يعني عندنا اللينس قد الويدث، يبقى الكلمه دي مهمه. اول ما اشوف البيس على شكل سكوير يبقى هيقول لي اللينس والويدث. طبعا هنا هيدينا قال السايد لينس بتاعه ب 6، يعني كده معناها ايه؟ يعني اللينس ايكوال 6 والويدث برضو ايكوال 6، تمام. والهايت بكام؟ قال لي الهايت ايكوال 10. طب انا عايز اجيب الفوليوم، الفوليوم اللينس تايم الويدث تايم الهايت، يبقى 6 مالتبلاي 6 مالتبلاي 10 وتدينا 360 سنتيمتر كيوب. يبقى تاني لما يقول لي هنا الكيوبويد والبيس ان شيب اوف سكوير، يعني ايه سكوير؟ يعني مربع، يعني اللينس ايكوال الويدث. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو هيديني السايد لينس بس انا اكرره مرتين، اداني سايد لينس 6 يبقى 6 مرتين، هي اللينس وهي الويدث وده الهايت، يبقى 6 تايم 6 تايم 10 تدينا 360 سنتيمتر كيوب. السؤال اللي بعد كده ذا فوليوم اوف كيوبويد البيس اريا 25 سنتيمتر سكوير. المره دي اداني هو البيس اريا، واحنا قلنا واحنا بنشرح طالما هي فيها 2 يبقى هي لينس ويدث، يعني ديا الرقم ده هو اللينس والويدث مع بعض، لان اللينس تايم الويدث هو البيس اريا. واداني الهايت بكام؟ ب 4. طب الفوليوم، المساله اللي فيها البيس اريا والهايت عشان اجيب الفوليوم بعمل لهم ملتبلاي، يبقى الفوليوم ايكوال البيس اريا تايم الهايت، يبقى دي 25 تايم ال 4 وتطلع كام؟ 100 سنتيمتر كيوب. وكمان اعرفها ازاي؟ انا هنا عندي البيس اريا هنا 2 وهنا ديا سنتيمتر 1، فهنا لازم اعملهم تايم هيطلعوا سنتيمتر 3، يبقى فعلا اعملهم هما الاثنين تايم يدينا 100 سنتيمتر كيوب. يبقى احنا كده جبنا الفوليوم اوف ذا كيوبويد. السؤال اللي بعد كده بيقول لي فوليوم اوف كيوبويد اوف بيس اريا 40 سنتيمتر سكوير. هنا البيس اريا وكتب هنا سنتيمتر سكوير، يعني هو عمل اللينس تايم الويدث خلاص. وقال لي الهايت بكام؟ 7 وادي الهايت سنتيمتر بس. طب انا هجيب الفوليوم، قلنا بنعمل ايه؟ بنعمل البيس اريا ملتبلاي الهايت علشان اجيب مين؟ الفوليوم. هعمل 40 تايم 7 هتدينا 280، طبعا هي المفروض مكتوبه ايه؟ سنتيمتر كيوب، يبقى تبقى 280 سنتيمتر كيوب. المساله اللي بعد كده اكيوبويد اوف فوليوم. المره دي هو ادانا مين؟ ادانا الفوليوم. طب عرفته ازاي؟ هو قال فوليوم، طب انا مش بعرف اقرا، كتب جنبها سنتيمتر 3 يبقى دون على طول الفوليوم. والبيس دايمنشن، يعني البيس دايمنشن يعني اللينس والويدث. طب كام اللينس والويدث؟ اللينس 8 والويدث 5. فهو المره دي طلب مين؟ طلب الهايت، يعني هو اداني الفوليوم واداني اللينس والويدث، هات الهايت. طب اجيب الهايت ازاي؟ ادي ايه الهايت اهو، يبقى الفوليوم فوق واللينس والويدث تحت. يبقى عشان اجيب الهايت فوليوم اوفر اللينس تايم الويدث، يبقى هنقول المساله الاجابه بتاعتنا الفوليوم عندي 400 اوفر اللينس تايم الويدث اللي هي 8 تايم 5، وبالكالكوليتر هتدينا 10 او 8 باي 5 40، 400 اوفر 40 يبقى الهايت هيطلع 10 سنتيمتر. المساله اللي بعد كده بيقول لي كيوبويد اوف فوليوم، برضو اداني الفوليوم تاني هنا والبيس ماشي كده از ا سكوير. الكلمه دي خدناها من شويه، البيس سكوير يعني البيس بتاعته على شكل ايه؟ سكوير. طب ازاي مستر كيوبويد والبيس سكوير؟ ممكن زي التلاجة، لو بصيت للتلاجة والغسالة هتلاقيها من تحت مربعة لكن من فوق ليها ايه؟ هايت مختلف. فهنا دون ادانا الفوليوم وقال لي البيس سكوير السايد بتاعه 10. طب هنا طالما قال لي سكوير يبقى السايد هو مين؟ هو اللينس والويدث، يعني اللينس ايكوال 10 والويدث برضه ايكوال 10، وطلب مني برضه اجيب مين؟ اجيب الهايت. طب قانون الهايت ايه؟ قلنا الهايت ايكوال، بحط الفوليوم فوق واللينس تايم الويدث تحت، يبقى هنا 400. طب اداني 10 بس، بس قال لي كلمه سكوير يعني اللينس قد الويدث، يبقى هنا 10 تايم 10 وتطلع كام؟ تطلع 4 سنتيمتر. السؤال اللي بعد كده قال لي كيوبويد اوف فوليوم، الفوليوم بتاعه برضو اداني الفوليوم تاني اهو موجود، وقال لي الهايت الفوليوم 200 سنتيمتر كيوب والهايت بالسنتيمتر بس 5. عايز اجيب البيس اريا، طب البيس اريا هجيبها ازاي؟ ادي البيس اريا، يبقى الفوليوم فوق والهايت تحت، يبقى اقول له انا عندي ان البيس اريا ايكوال الفوليوم اوفر الهايت، يعني 200 ديفايدد ال 5 وتدينا البيس اريا كام؟ 40، وادي فعلا سنتيمتر سكوير. اخر مساله في الجزء ده اكيوبويد اوف دايمنشنز، يعني ايه دايمنشنز؟
يعني لينس وويتس وهايت. طبعا المفروض الكبير دون ده اكبر من ده، يبقى ده لينس وويتس، والتالت دايما هو مين؟ هو الهايت. converted in small cuboids، يعني احنا عندنا كيوبويد كبير قطعناه وحولناه لكيوبويد صغيرة. كل كيوبويد بالكيوبويد الصغيرة الدايمنشنز بتاعته 2 و 5 1، يعني هنا لينس والويتس والهايت. طب اعملها ازاي عشان اجيب النمبر بتاعهم؟ فانا كاني عندي الكبير بوزعه على حتت صغيره، طالما بوزعه على حتت صغيره فبجيب الفوليوم الاولاني والفوليوم التاني، واي مساله اطلب فيها النمبر بعمل لهم ديفايدد. تمام، يبقى هنجيب الفوليوم الاولاني، يبقى الفوليوم بتاع الكيوبويد هنعمل ال 30 تايم ال 40 تايم ال 5، هتطلع هننزل الاول 2 0 وهنا دي 20 60 تطلع 6000. تمام كده، سنتيمتر كيوب. طب هنا السمول كيوبويد الدايمنشنز 5 و 2 1، هنعمل 5 تايم 2 تايم 1 هتطلع 10 سنتيمتر كيوب. طب انا عايز اجيب النمبر، قلنا نعمل الاولاني والتاني نعمل لهم ايه؟ نعمل لهم ديفايد تطلع 600 سمول كيوبويدز. في طالب شاطر يقول لي يا مستر طب انا بدل ما اتعب نفسي هعمل تايم الاولاني والتاني وبعد كده اعمل ديفايد، طب انا اعملها في خطوه واحده. اقول له ازاي؟ يقول لي نجيب النمبر كده في خطوه واحده اوف سمول كيوبويدز ونعمل فراكشن بار الرقم الاولاني 30 تايم 40 تايم 50، يبقى انا كده جبت الفوليوم الاولاني، التاني 2 باي 5 باي 1 يبقى انا جبت الفوليوم التاني، وبالكالكوليتور الفراكشن بار يعني ديفايدد. تمام كده، ويعملها هتطلع برضو نفس الاجابه، هتطلع 600